يعني احد اللاعبين اللي وقع قلبنا كلنا ساعه الاصابه اللي حصلت اثناء المباراه. محمود عاصم، الف سلامه عليك. الناس كلها دلوقتي عايزه تطمن عليك لان المشهد كان صعب، اتحركنا معاك حتى لسياره الاسعاف، لكن انت طمنتنا وكنت راجل وقد المسؤوليه ودخلت الصاله كنت عايز تكمل الماتش. انا الخبطه كانت جامده شويه، بس يعني بطوله افريقيا تخلي اي حد لو اتخبط خبطه زي دي يقوم. يعني انا بجد بشكر كل الجمهور، بشكر كل الناس اللي خافت عليا على الخبطه. بطمن الجمهور، بطمن الناس، الحمد لله انا كويس وكله في ظل النادي الاهلي زي ما بقول. الاصابه قويه، ايه اللي حصل؟ الخبطه كانت ازاي وايه اللي حصل؟ بص انا تقريبا انا ما مش فاكر حاجه، بس انا كنت بنط، حد زقني تقريبا، اللي فاكره ان حد خبطني، فانا ما لحقتش اوقف نفسي فدخلت في العارضه في ظهري، بس الحمد لله يعني العظم سليم وهي كدمه جامده شويه بس مش اكتر. انت عايز تنزل تكمل؟ انا رجعت تاني زي ما انتوا شفتوا، يعني انا ما يفرقش والله، انا كنت عايز ارجع اكمل ورجعت قعدت على الدكه عشان اللعيبه تبقى مطمنه والناس تبقى مطمنه، والحمد لله الماتش كان كويس، ولو الماتش كان ماشي جون بجون كنت هنزل، يعني مش ما كانش بقى عندي اي مشاكل. لما دخلت الصاله الجمهور اتعامل معاك ازاي؟ زي ما انتوا شفتوا كده، يعني كل جمهور نادى عليا باحترام، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي واقف ورا فريقه سواء بيخسر او بيكسب، وانا ان شاء الله بعهد الجمهور ان شاء الله ان احنا ناخد بطوله الدوري ان شاء الله. طيب محمود، يعني النهارده المباراه كانت مهمه جدا امام الاتحاد الليبي، كان مكسب كبير. طبعا بطوله على افريقيا على ارضك وسط جمهورك دي حاجه مش سهله، سواء كان الفريق اللي قدامك ضغط الجمهور نفسه بيخلي الماتش طبعا صعب زي ما انت شفت كده. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.